أي يا طلاب نكمل. هنا وجدك ايش دا يقول لنا؟ هنا دا يقول لنا حسب ما ذكر بالجدول انه هذه عملية الاكسدة كانت تتطلب وجود ثنائي اكسيد الكربون اللي هو CO2، وهو لذلك سماها الاكسيديتر. و there must be enzymes present in tissues to convert glyceraldehyde to 3-phosphate to glucose to phosphate. بيقول بالإضافة إلى أهمية وجود الإنزيمات اللي راح تحول لي الجليسرالدهايد إلى 3-فوسفيت وبالتالي إلى جلوكوز 6-فوسفيت. شوفوا هذا الحكي يعتمد بشكل كلي على المخطط. أوكي، يعني مثل ما تشوفون هنا أنت بلشتها بالجلوكوز 6-فوسفيت والمحصلة النهائية هنا أنه أنت وصلت أو وصلتي للجليسرالدهايد ومرت اللخ رجعت ومرت اللخ كونت جلوكوز 6-فوسفيت. هسه واحد يسأل يقول هي كانت جلوكوز 6-فوسفيت رجعت مرت اللخ سويتها جلوكوز 6-فوسفيت إيش شنو الفائدة؟ أقول لك أنت هذه الجلوكوز 6-فوسفيت الفكرة مثلا من راح تحولها إلى رايبلوز وراح تحولها إلى زايلوز وراح تحولها إلى جليسرالدهايد. كل محطة من محطات الجسم راح تحتاج واحدة من هاي المركبات، ما راح يحتاجون الجلوكوز 6-فوسفيت. وليش تترجعها إلى جلوكوز 6-فوسفيت؟ لأنه هي ما يصير تبقى بهاي الأشكال حرة طليقة بالجسم. الشكل الوحيد اللي مفروض إنه هو يبقى بالأعضاء وبالدم اللي هو الجلوكوز 6-فوسفيت، على مود بعدين أنا أقدر من خلاله يا أما أصنع الطاقة عن طريق دورة الستريك أو أصنع من خلاله دهون أو أصنع من خلاله غير مركبات. أوكي، لكن تحولها ضروري إلى هاي الأشكال على مود هي تواكب حاجة الجسم. زين، ودي يقولكم this involves reversal of glycolysis and glucogenic. دي يقولكم هذه أيضا راح تدخل أيضا بعملية الglycolysis اللي هي عملية تحلل السكري والgluconeogenic اللي هي عملية تصنيع الجلوكوز من مصادر غير الكربوهيدرات. زين، عندي إنزيمات مثل الفركتوز هذا برح حكينا عليه اللي هو 1,6-بيفوسفيت. هذا شنو؟ in tissues that like to this enzyme. دي يقول أنا عندي يعني أنسي تفتقر إلى هذا الإنزيم والجليسرالديهايد 3-فوسفيت follows the normal pathway of glycolysis to pyruvate. هنا ليش يقول لي هذا مجرد هنا سمع معلومات مقطعة. يقول لي إنه أحيانًا أكو أنسجة تفتقر إلى الفركتوز 1,6-بيفوسفيت وكذلك تفتقر إلى الجليسرالديهايد فوسفيت. أوكي، وهذا طبعًا يصير follows the normal pathway of glycolysis. هذا دي يقول يعني بعد ما تصير عندي عملية التحلل السكري اللي هي الجلايكوليسيس يصير عندي خلل. هذا الخلل يؤدي إلى النقص بهاي الإنزيمات. هذه مو معلومة كلش مهمة تفيدك أنت حاليا، فقط هذه اطلع عليها يعني تقريبا من قوسين PPP من رسمة PPP. أنا أشوف معدها فقط المخطط هو من فعلا من عنده تجي الام سي كيو، هي فعلا بالدور الاول اجتي من عنده الام سي كيو. زين، نكمل هنا نجد يقول لنا two major pathways of the catabolism of glucose have little in common. ايش يقول لي هنا؟ يقول لي هنا انه انا عندي طريقتين شائعه لعمليه تكسر الجلوكوز. الجلوكوز احنا بالعاده من كنا نكسره كنا ننتج من عنده بايروفيت، وهذا البايروفيت كان يدخل عندي دورة الستريك بعدين على مود ينتج الـ ATP. بس هنا جاي يقول لي جلوكوز 6-فوسفيت in common both pathways the pentose phosphate pathway differently from glycolysis. انت بالعاده كان ينتج لك بايروفيت وينطيك ATP عن طريق دورة الستريك، هنا لا بالPPP ايش راح ينتج لك؟ وهاي من البارحه حكيتها قلت لكم انه هنا الPPP الهدف من عنده انه اني انتج الناد ما انتج الATP. اوكي، فهذا المخطط اللي هالطوله الهدف من عنده انه اني شنو احصل على الناد وناد الاتش. وعرفنا اهميه الناد وناد الاتش بالمنظمه الثانيه شنو، انه هي تدخل بالبلوكات اللي تصنع لي الطاقه بعدين. فانت بالتحلل السكري كنت تنتج الطاقه مباشره، لكن هنا ايش تسوي؟ مثل الطريقه الثانويه اللي تنتج من عندها طاقه. هسه واحد يسال يقول زين ليش طريقين؟ ليش مو طريق واحد؟ انا هيك اذا انتج طاقه زين ليش دا اطولها؟ اولا هاي حكم ربانيه، ثانيا باور مثل المنطقة اللي انت تريد تروح لها. المنطقة اللي تريد تروح لها اكو عد بيها شارع رئيسي واكو بيها فروع، هاي الفروع هي لربما تختصر لك الطريق احيانا، بس شنو المسافة تصير ابعد، وشارع رئيسي هو شارع عدل مباشرة بس تلقى بيه استحامات. الفكرة نفس الشيء هنا،
الفكرة إنه أنت في حال الطريق الرئيسي مالتك ينسد، يعني عملية التحليل السكري مالتك ما قامت تصير بشكل عدل، هذه راح تحل محلها طريقة النات على مود تنتج لي طاقة بعدين. فأنت كل ما يسد طريق عندك مكان طريق ثاني يشتغل زين. The two pathways are however connected. Xylose 5 phosphate activates the protein phosphate. شوف بدي اقول لكم انه هذه الطريقه اللي هو Xylose 5 phosphate هذا ايش فيه؟ هذا راح يحفز البروتين فوسفاتيز ذا ديفوسفورليت 6 فوسفوفركتوكاينيز فركتو 2 باي 6 فوسفيت باي فانكشنال انزيم. شوفوا هذه الانزيمات اللي حكينا عليها البارحه اللي هي الفركتوز 2-6 بايفوسفيت، هذن يشبهن هنا. دي يقول هذن دي يتحفزن بواسطة منه؟ هذن دي يتحفزن بواسطة الزايلوس 5 فوسفيت. فلذلك قلت لكم انه هذا الزايلوس مهم، هو يعتبر اكثر اهمية من الجلوكوز 6 فوسفيت وحدة. قلت لكم الجلوكوز هو موجود بالدم واقدر من عنده بعدين اسوي مركبات. ليش اتحول الى زايلوس 5 فوسفيت؟ لانه هو راح ينشط لي انزيم الفركتوز 2-6 باي فوسفيت زين. بيقول لكم انه هذا انزيم الكاينيز and this activate the kinase and inactivate phosphate. شوفوا اني من دا احفز انزيم الكاينيز راح احفز تكوين هذا الفركتوز 2-6 باي فوسفيت زين، وبالتالي راح ازيد من الفعاليه، ومن ازيد الفعاليه راح ازيد عمليه التحلل السكري. ليش؟ لانه هذا انزيم 2-6 فركتو باي فوسفيت هذا كان من اهم انزيمات اللي تحفز عمليه التحليل السكري. انتم كان عندكم انزيمات خاصه بالتحلل السكري وعندكم انزيمات تحفز عمليه التحلل السكري، فشوفوا لي هذا مركب الزايلوز 5 فوسفيت هو اللي جاي ده يحفز تكوين الفركتوز 2-6 باي فوسفيت، وبالتالي ده يحفز عمليه التحلل السكري. شوفوا مثل ما قلت لكم انه هذا المخطط راح يغنيك على للمراجعة بشكل عام. انه انت تقول انا اريد اسوي ملخص اقرأ هيك شيء، اقول لك بقى على المخطط لا تدوخون بالستركتشرات. انت ما مطلوب منك ستركتشر، المطلوب منك انه انت تفتهم شوف شلون عملية التحلل السكري جايدة تمشي بشكل طبيعي، جلوكوز 6 فوسفيت والمحصلة النهائية انه انا دي تعطيني بايروفيت. هذا كانت الشكل الطبيعي، لكن هنا دورة البنتوز، وهذه تشوفون انتم عندكم 3 ذرات من الجلوكوز، هذه 3 ذرات من الجلوكوز. طبعا هذا هنا انتم ما عندكم هواي امور، انتم ما عندكم، فقط اخذ من عندها المعلومه اللي تفيدني. يعني مثلا هنا هذا هسوي حكينا اللي هو السيدو هبتالوز، قلت لكم انه انتم من عندكم 3 ذرات كربون ايش راح تتحول؟ راح تتحول الى سيتو هبتالوز، وبعدين راح تتحول الى فركتوز 6 فوسفيت. هذا الرايبلوز نفسه، قلنا الرايبلوز هو بي 5 ذرات كربون، 3 من عندهم راح يتحولن الى سيتو هبتالوز عن طريق الترانس كيتوليز، وبعدها هذا السيتو هبتالوز راح يتحول الى شنو؟ الى فركتوز 6 فوسفيت اوكي، او عند خط ثاني يتحول الى ارثروز 4 فوسفيت. فانت مثلا اذا ما عاجبك او اطلعت على الشرح وتريد تجي تحفظ، احفظ منه، انا هذا كلش راح يساعدك المخطط زين. نكمل طبعا هسه انتو هنا ما بقى لكم بيها فتشي بنتوز او البي بي بي اختصار لبنتوز فوسفيت باثوي جلوتاثيون بيروكسايد. شنو هذا؟ بروتكت ارثروسايت اجين هيمولايسيس. ده يقول لي انه فكرة البي بي بي هنا شنية؟ انه هي تحمي كريات الدم الحمر من الهيمولايسيس. الهيمولايسيس اللي هي عملية التحلل، وكريات الدم الحمر البي بي بي هي تعتبر مصدر لنادي الاتش، وهذا نادي الاتش راح يقلل ريدكشن اوف اوكسيدايز جلوتاثيون كاتالايز باي جلوتاثيون ريدكتيز. A flab of protein containing FAD reduces glutathione removes H2O2 reaction، وهذا راح يخلي عندي قلل عملية التحلل للكريات الدم الحمراء. خليني اشرحها بره. انت عندك كرية دم حمراء راح تجي البي بي بي اللي هي هذه،
راح تحرر لي نادي الاتش. من حرارات لي نادي الاتش راح تجي تفعل انزيم الجلوتاثيون ريدوكتيز. زين، فعلت لي انزيم الجلوتاثيون ريدوكتيز، ايش راح تسوي؟ هنا هي تحتوي على مركب الفاد، راح يشتغل ويا الجلوتاثيون ريدوكتيز. وش راح يسوي هنا؟ راح يحول الجلوتاثيون، اوكي، ويوخر من عنده جزيئة ال H2O2. يعني شنو هاي بعدين؟ هذه ال H2O2 هي بيروكسايد، هذا البيروكسايد هو اللي يحلل كريات الدم الحمر. فالمحصلة النهائية انه انت من ال PPP وحررت نادي ال H، وراها جبت محررة نادي ال H، خليت الجلوتاثيون ريدوكتيز يتحد ويا الفاد من التحدين اثنينات. هذا راح يساعد على تحرير البيروكسايد، ومن ساعد على تحرير البيروكسايد حرر مركبات ثانية هو ما يحتاجها، مثال عليها السيلينيوم، مثال عليها GSSG. من حرر هاي المركبات اللي ما يحتاجها، بالتالي decrease the lifespan of the erythrocyte by cause activating. شوفوا، دي يقولكم انه هو هنا راح يقلل من الاكسده، لان بالواقع هذا H2O2 وش يسوي؟ هذا يقلل من عمر كريات الدم الحمر عن طريق انه هو يعرضها الى اكسجين، ومن تتعرض الى اكسجين راح يدمر غشاء الخليه مال كريات الدم الحمر بهالشكل هذا، وبالتالي راح تموت بسرعه. فهذه الخطوه من ضمنها الناد والجلوتاثيون والفاد والمركبات اللي تتحرر مثل السيلينيوم، هذه راح تطرد ال H2O2 وراح تمنع عمليه تحلل الخلية. هاي بكل بساطة.